صبر صبر صبر. وصلت أول طائرة تابعة للصليب الأحمر قادمة من العاصمة صنعاء إلى مطار سيئون حاملة على متنها مجموعة من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية الذين تم أسرهم من قبل الحوثيين. أيضا في صباح هذا اليوم وصلت مجموعة من الحافلات قادمة من محافظة مأرب حاملة على متنها مجموعة من الأسرى التابعين للحوثيين الذين تم أسرهم في جبهات القتال من قبل الجيش الوطني والحكومة الشرعية. طبعا هذه العملية تأتي ضمن الجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن وأيضا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين تم الاتفاق والتوصل إلى نقطة تقارب بين الطرفين. طبعا هذه العملية تمت برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قاربت بين وجهات النظر بين الطرفين بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين، حيث تم الاتفاق على إطلاق ما يقارب 1081 أسيرا من الطرفين، منهم 600 من قبل الحوثيين و400 من قبل الجيش الوطني، ومن ضمنهم 15 سعوديا وأربعة جنود سودانيين. طبعا هناك أيضا تنسيق ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما بين الهلال الأحمر اليمني في الجانب الصحي من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا الاطلاع على الجانب الصحي لهؤلاء الأسرى. المعلومات الواردة لدينا أنه سيكون هناك في محافظة مأرب مركز عزل خاص بالأسرى الذين جاءوا من العاصمة صنعاء. بشكل عام العملية التي تمت بشكل سلس وبطريقة بسيطة وسهلة. أيضا ممكن القول نقول أن مدينة سيئون تمثل نقطة فارقة في الشأن اليمني، حيث أنها احتضنت أولى جلسات مجلس النواب الذي عقد في مدينة سيئون والذي عقد لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن. اليوم سيئون تفتح أبوابها لاستقبال الحدث الإنساني وهي عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون.